انت شو عم تقول يا مازن؟ أرجون بيكون ابني وأوفي كمان بنتي يا أستاذ، وبنتي انكسر قلبها بسبب ابنك. ماشي، أنا رح ضل أشتغل بهي الشركة وقت أرجون بيطلع منها يا أستاذ. مو مشكلة، معك حق، أنا كسرت قلب أوفي. إذا بتكون مبسوط في حال أنا تركت هالشركة ورحت، مو مشكلة، رح استقيل. أرجون، إيه عادي أبي أنا بستقيل؟ تفكير عمي مبين إنه حتى اليوم هو بيفكر بصالح الشركة تبعنا وبهم نكون ناجحين بشغلنا. أرجون بابا لو سمحت اسمعني. إيه أنا بستقيل بابا. صح أنت كسرت ثقة عمك بسبب الشغلات اللي أنت ساويتها، بس هي الشركة إلك حصة فيها كمان. إيه بعرف هالشي، أنت معك حق وحكيك كله صح، بس بابا أنا صحيح درت هاي الشركة خلال الفترة الماضية، بس عمي مازن هو اللي أسسها. عمي حقك بهاي الشركة أكبر من حقي فيها بألف مرة. قدام تعبك وتفانيك بالشغل تعبي ما له قيمة. أنا رح روح منها، بس أنا في عندي طلب. لو سمحت بدي تعطي حصتي لأوفي. لا تفهمني غلط، أنا عم ساوي هذا الشي باعتبار أوفي أعز رفيقة لإلي. يمكن كون كسرت قلبها بقصد أو بدون قصد، وكمان بعرف إنه المصاري ما رح ترجع لها سعادتها أبداً. أنا آسف عمي مازن، بس ما عندي أكثر من هيك حتى أعطيه لأوفي. أنت معك حق، بس أنا ماني على غلط. عمي مازن أنا بحب أورفي.